فشل المبايض المبكر أو ما يسمى بقصور المبيض المبكر، حالة بيتوقف فيها مبيض المرأة عن العمل بشكل طبيعي. أكيد بتنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير، وبتصيب النساء أيضا تحت عمر 40 سنة. لنحكي أكثر مشاهدينا ونتعرف تفاصيل أكثر عن الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق العلاج. بيسعدنا أن تكون معنا لليوم الدكتورة سلام بشور، اختصاصية بالعقم وطفل الأنبوب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا لكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف، لما نقول قصور مبيض مبكر شو يعني طبيا؟ هلأ قصور المبيض المبكر هو عبارة عن نضوب البويضات ونقص المخزون، بس مو شرط يكون كامل، ممكن يكون جزئي، يعني ممكن يكون على سنوات، يصير في تباعد طموس مثلا، أعراض يعني تنبئ أنه رح يصير عند المريضة قصور مبيض مبكر. هون هاي الفترة المفروض اللي لازم المريضة تراجع الطبيب بشان يعمل يعني التدبيرات اللازمة لحتى نكسب الوقت، لأنه متى صار في تراجع كلي ما عاد في مجال يعني نقدر نعمل شيء. فالتشخيص المبكر لقصور المبيض المبكر بيعطينا مجال انه يا نحن منبكر بالامومه، يعني ما بنخلي المريضه تضل عامله مانع لفترات طويله، صحيح، انه انا هلا مو وقتها، او مثلا بنروح باتجاه التفكير بتجميد البويضات اذا في عندها مجال، يعني انه نحن نعمل لها تجميد بويضات لوقت اللي هي بدها انه تحمل، فينا نرجع نستخدم هدول البويضات بشان نعمل يعني طفل انبوب. طبعا تمام دكتوره، يعني اليوم للاسف عم نشوفه موجود بشكل كبير بشكل فعلا شائع عند الصبايا يمكن بعمر 20. خلينا نوضح شو السبب اليوم، في اسباب او اعراض نحن من خلالها نعرف انه عن جد ممكن يصير هذا المرض؟ يعني هلا نحن اختلف كثير عنا نسبه قصور المبيض المبكر عن زمان، صحيح، يعني هي الأسباب اللي أكثر الشيء الموجودة كانت، يعني في أسباب طبعا، السبب اللي كتير يعني 80% من الأسباب مجهولة، في شيء وراثي بالموضوع، في شيء وراثي طبعا، في شيء جيني، يعني مثلا متلازمة تيرنر الصبغيات الهشة، في حال عائلات عندها وراثة، يعني نحن بنشوف انه سبب عائلي، انه بعائلة كاملة دائما هي اللي عم تصير انقطاع الطمس والقصور المبيض تحت عمر 40. فده دائما نحن مشان هيك لازم نسأل عن السوابق العائلية. اما الاسباب الثانية هي اللي ممكن تكون السبب، مثلا عندنا التعرض للعلاج الشعاعي او الكيماوي، التعرض للجراحة المتكررة على المبيض، هذا بينقص مخزون المبيض، بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم الهاجرة بتنقص مخزون المبيض كمان، التدخين. طيب لما نقول خلال حديثنا انه 80% من الاسباب مجهوله، وعم نشوف يمكن بالاونه الاخيره او العشر سنوات الاخيره في تزايد بشكل كثير كبير بسبب اختلاف، يعني فينا نقول الحياه والمناخ، يعني حتى البلوغ بيلعب دور، يعني سابقا كنا نشوف المراه تتاخر بالبلوغ، اليوم عم نشوف بسن مبكر، كل هاي العوامل ما بتلعب دور اليوم لما نقول طبعا البلوغ المبكر بيؤدي لانه انقطاع الطمس يكون ابكر. بس نحن العشر سنين او 12 سنه هدول من 12 سنه وجاي، يعني طبعا التعرض للظروف هي اللي عشناها، الروائح مثلا، المناخ، المناخ، الروائح مثلا، السموم اللي يعني في مثلا اذا كانت بالمنطقه الشرقيه المرضى عم يجيني قصور مبيض مبكر باعداد كبيره مثلا، روائح النفط، ممكن مهنه كمان تلعب دور، المهنه لها دور يعني كبير، ممكن يكون في مهنه ممكن تاثر على المراه حسب شغلها، ايه طبعا روائح او مهنه ممكن مثلا اذا كانت هي بتشتغل مثلا بمكان تصوير فنيه اشعه ممكن هذه يلعب دور، او بتشتغل بمكان تبع العلاج الشعاعي كمان للامراض السرطانيه ممكن يلعب دور، بس هي طبعا بتكون حاطه واقي يعني شعاعي.
بس هي الأسباب اللي المناعية كمان لها دور كبير، يعني تحفيز المناعة عند المريضة ممكن يكون فيروسي يؤدي لإنتاج أضداد تخلي الخلايا المبيضية ما تستجيب على التنشيط تبع الغدة النخامية إلى تخريب الخلايا المبيضية، ما في عاد استجابة للتحريض المناعي، فالتحريض الهرموني اللي بيجي من الغدة النخامية، فبيصير عندنا قصور مبيض، بس ممكن هو إعراضه يعني تطول لتظهر، تبلش شوي شوي. فنحن النهائي هو انه خلاص بتقطع الدوره، اما هي بتبلش هي انه تباعد طموس مثلا، هبات ساخنه، ممكن يصير عندها اضطراب بالمزاج، جفاف مهبل، احيانا بضل الدوره حتى منتظمه فتره منيحه بعدين بتبلش تخربط. يعني مثل كانه دكتور لازم نراجع الطبيب، لازم ناخذ استشاره. يمكن مثل كانه عم نشابههم باعراض سن الياس عند المرأة. طبعا هو طيب مثل سن الياس المبكر. يعني ننتقل لجانب ثاني، يمكن اكثر شيء بخوف الصبايا لما يتعرضوا لفشل بالمبايض المبكر انه ياثر هذا الشيء على الانجاب ويصير في عقم. طيب هل هذا الشيء صحيح؟ وين احنا ممكن نلجا لطفل الانبوب؟ هلا طبعا اكيد بياثر على العقم، طالما في نقص مخزون المبيض صار عدد البويضات اقل ونوعيتها اقل. يعني ما أنا نوعيه جيده قابله للتخصيب والالقاح. فيعني فعلا مثل ما قالت انه نحن هلا بعمر 18 بالعشرين مريضه صار عندها قصور مبيض، يعني كثير عم نلاقي وعم نتفاجئ بهذا الموضوع، بيأثر على الهيوة التشخيص المبكر لنحنا نعمل يعني مثل انه احتياطات وناخذ التدابير السريعة. هلا طبعا يعني البلازما اللي عم تنعمل، نحن عم نعمل بلازما للمبيضين، وطبعا في دراسات كبيرة وعملنا دراسة نحن بالمركز بشان تحفيز المبيض على التنشيط، يعني تنشيط الخلايا البقيانة كانت طبعا، ونشرنا دراسة بمجلات عالمية انتشرت يعني انحطت، فأثبتت فاعليتها طبعا لو بنسبة مانا كتير عالية، ونذكرت مو بس دراستنا طبعا دراسات كبيرة وبكل العالم، حتى ممكن الواحد ممكن يلجأ للخلايا الجذعية. هلأ نذكر هذا، الأبحاث موجودة، نذكرت بالدراسات بمؤتمر القشرة، مؤتمر الإخصاب الأوروبي الأخير اللي صار بالدنمارك تقريبا من ما صار شهر، أقل من شهر كمان، إنه الأمل بالخلايا الجذعية اللي هي بتخلق خلايا جديدة بالمبيضين. طيب دكتورة، فيها كمان الصبية للوقاية، إذا عم نحكي فعليا بالآونة الأخيرة عم نشوفه منتشر كتير كبير، وبما أنه في يعني اختلاط بالأعراض على أمور أخرى، الصبية ممكن تنتبه، ممكن تعمل تحليل لمخزون المبايض من خلاله يبين معه يعني طبعا فعليا بشكل وقائي بعمر معين تنصحي فيه؟ هلأ إذا ما في أعراض أو يعني هو ممكن يكون مثلاً نحن تجي المريضة بقصة عقم ما عم تحمل، حتى وصغيرة هي يعني عمرها مثلاً 22 سنة 23 سنة، من ضمن التحاليل اللي بنطلبها خاصة إذا اشتبهنا بالإيكو نحن أنه عدد الأجربة الابتدائية اللي بتعطي البيوض أنه قليل، فنحن مفروض نطلب الاي ام اتش اللي هو مخزون المبيض، فإذا طلع قليل وخاصة تجيكي مريضة ممكن هي مو بقصة عقم، ممكن تجي بقصة تانية انه انا الدورة عم تتأخر علي كذا، قالوا لي انه عادي، واحيانا بيقولوا لها تكيس مبايض ممكن يعني بس نحن وقت نعمل التحليل يعني بيثبت لنا انه هذا لا هو في مشكلة، في مشكلة ولازم ناخذ احتياطاتنا، اما بتجميد البيوض تحريض او تجميد البيوض اذا ما انا متزوجة مثلا، او انه اذا متزوجة دغري الا ما بقى تعملي انت مانع، او اذا جاي بشان عقم يعني اما نعمل لها تنشيط اباضة سواء بكان نعمل حقن اصطناعي او طفل انبوب. يعني بنقول تحريض المخزون او بيأثر على الانتاجية او كمية لمخزون المبايض، بيقول لك انك تخسري كمية اكبر من خلال التحريض ولا لا؟ ما لا علاقة. هذا هو المخزون، سواء حرضتي او ما حرضتي هذا هو يعني مخزونه هو محدد، ما بيأثر عليه اذا حرضنا وسحبنا بيوض وهيك لا ابدا، بس هو مع العمر رح يتراجع. صحيح، مع الوقت رح يتراجع. تمام دكتورة، في علاج نهائي لهذا الموضوع؟
هلا يعني نحن قلت لك الامل بالخلايا الجذعيه، بس اذا نحن العلاج يعني بشان مو الحمل، في علاجات طبعا الهرمونات المعيضه للوقايه من هشاشه العظام اللي بتصير، للوقايه يعني لعلاج الاكتئاب، لعلاج جفاف المهبل، تغير المزاج. لازم نعطي المريضه اذا كانت يعني صغيره انه تحت الأربعين او حتى تحت الخمسة وأربعين، اذا كان في مجال نعطيها الهرمونات المعيضة طبعا بعد ما نعمل لها ايكو للثديين وماموغرام انه ما عندها اي مشاكل تمنعها من انها تستعمل الهرمونات المعيضة مثل اورام الثدي، فمفروض نعالجها يعني. طيب بالختام دكتورة، نصائح بتقدميها لكل الصبايا اللي عم تتابعونا للوقاية فعليا بشكل كتير كبير من البداية اساسا، في خطوات ممكن تخوض فيها السيدة لحتى ما توصل لهي المرحلة؟ طبعا يعني هلا اهم النصائح هي الحياة الصحية. يعني للأسف الأراجيل من عمر كتير بكير، صحيح، يعني التدخين له دور كبير مثل ما قلنا، يعني الحالة المناعية بتضطرب لما يكون في مثلا تدخين يومي أو مو شرط يومي، لو مرتين بالأسبوع. لو عم نشوف عمر الصبايا صغار أراجيل للأسف وعم نقول قديش التدخين مضر، صحيح، وبتزايد نوعية الطعام الغير الصحي، المعلبات، الأكلات الجاهزة، هذا كله كله بيأثر يعني. فيا ريت الصبايا يعني انه ينتبهوا على حياتهم كيف، نحن ما كنا مثلهم يعني اكيد للاسف هلا الحياه اختلفت. صحيح. مليون بالمية. اقل عرض يعني مفروض يعني انا بتفاجأ يعني انه بتجي المريضه قالوا لي عادي بتزبط الدوره بعد ما تتزوجي، شو له علاقه الزواج لتزبط الدوره؟ لازم تراجع يعني الام لازم تكون واعيه تنبه بنتها انه لا الدوره خربطت، لازم نشوف شو السبب. تمام. يعني لازم نعمل تحاليل كاملة، استشارة يعني بوقت مبكر. أكيد. لختام حديثنا معك حكيتي لنا معلومات كتير مهمة، ونتمنى فعلا للسلامة للجميع، وأكيد أهمية الكشف المبكر عن أي مشكلة ممكن تصيب المرأة. شكرا لك، نورتي صباحنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، نتمنى الصحة والسلامة لكل النساء، ونتمنى كل النساء ما تنحرم أساسا من حلم الأمومة وهيدا الشعور، لأنه هي نعمة كتير كبيرة وهبنا إياها الرب. شكرا كتير لك.